السؤال اللي جاي في الرياضة. الزهراء نازلة في الرياضة، إيه اللي حصل؟ مين اللي دبسك التدبيسة دي؟ لا بجد احكيلي، أنت مالك ومال الرياضة؟ ده احنا هنسأل في الكورة. هي ليها في الكورة والرياضة؟ بجد؟ ليك في الكورة؟ أه شوية. طيب ماشي. رياضة، والسؤال هو: فاز الراحل أحمد رفعت ببطولة كأس الرابطة المصرية مع أحد الأندية، فما هو؟ فيوتشر. فيوتشر طبعاً إجابة صحيحة، برافو عليك. كسبوا غزل المحلة 5-1 في 2022، لاعب موهوب. مش ممكن حد ينسى هدفه مع مصر ضد السودان في كأس العرب 2021، وكسب أمم إفريقيا تحت 20 سنة مع منتخب مصر، وكان كسب السوبر كمان مع نادي الزمالك. رحم الله اللاعب الخلوق أحمد رفعت.